سراويل التوأم صفاء وهناء في مهرجان مراكش السينمائي تثير إعجاب المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الوقت الذي تتنافس فيه النجمات والفنانات لارتداء أجمل الفساتين والتصاميم من موقعين مشهورين بغية التباهي بإطلالتهن، وهن فوق السجادة الحمراء للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. اختارت الفنانتين التوأم صفاء وهناء إحياء الملابس التقليدية من خلال ارتداء السراويل المغربية المطرزة القديمة وشرابيل من الصم الأصيل. ونشرت الفنانتان مجموعة من الصور التي تبينهما وهما ترتديان قفطانين لونهما أزرق ملكي مع سراويل بيضاء مطرزة بالطرز الرباطي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وقد ظهرتا بإطلالة مغربية أثارت إعجاب متتبعيهم ومحبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق الصور بتعاليق الرجوع للأصل فضيلة، إطلالتنا اليوم على السجادة الحمراء في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مغربي. السروال المغربي أصبح مطلوبا في السوق، ليس هناك شيء أجمل من اللباس المغربي التقليدي الأصيل، قفطان الموبري والسروال طرز الحساب وشربيل الصم. وأشاد الكثيرون بإطلالة التوأم صفاء وهناء على اعتبار أنهما أعادوا إحياء الزي المغربي التقليدي، خاصة السراويل المطرزة التي قل ارتداؤها اليوم وأصبحت حكرا على جداتنا، مشيرين إلى أنه ستعود الفتيات لارتداء هذه السراويل لما لها من ذكريات وجمالية يبرزها عمل الطرازين التقليديين. ويشار إلى أن التوأم صفاء وهناء أصدر فيديو كليب تحت اسم خوكم بمشاركة المغنية الشعبية باعزية، ويتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب في التوندونس على اليوتيوب، حيث قارب على حصد 1,000,000 مشاهدة في مدة أقل من يومين. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.